المناسبة تنحييو وتنشكرو جمعية شباب الأبناء أمستاد والتنمية المجالية على تنظيم هذا الدوري وعلى المساهمة الفعالة في إنجاحه، وعلى رأسهم السيد هشام عيت عبد الله. ونتمنوا التوفيق للفرق المشاركة في النهائي، ونتمنوا الفوز للفرقة الرابعة. السلام عليكم اسيدي التنظيم، غسادات للنهاية ان شاء الله في مرحلين هالفرقه نحوج عم ديالنا نردش من هالجمهور الحمد لله، كيف كربي الجمهور الحمد لله. المهم الخير اللي قداه هو هذاك ورقيس حسوا الحمد لله، النهايه غسادات لا افوز غفوز ان شاء الله. اكل حتى داير ربي تبارك وتعالى، بارك الله عليكم، الله يحفظكم الله تعالى وبارك وتعالى. غسادات لا الفينال بين فرقه اغلاد وفريق انري، فينال ان شاء الله يريك احسن تقريبا احسن فينال غدا، ولا تكونوا تنضامن اشكو الله يكون جميل لا رايح للرئيس الجماعه اشكو الدوري ديال ضمت الجمعيه الامزرقو بشراكه مع جماعه اهل تيفنود، يركز الى الرئيس الا وحواش الاجواء هما هذوك الاجواء كلشي مزيان، الجيم راه هو في قمه الروعه ان شاء الله، هادشي يكون بخير وعلى خير وبنوا هذاك. اولا تنشكروا جماعه اهل تيفنود، هذا الدوري قامت به جمعيه ابناء امزدرق والتنميه المجاليه بشراكه مع جماعه آل تيفنوت، والحشي كاينه لجنه منظمه في الجمعيه ديال ابناء امزدرق، الحمد لله هذه النسخه الاولى ديال الجمعيه فهاد الدوري هذا، هذا العام توفقنا فيه الحمد لله وداز كلشي بخير وعلى خير، يعني كلشي مساعدنا من جميع النواحي، الجماعه ساعدتنا ماديا ومعنويا الحمد لله، وبالنسبه للدراري ديال مزقمه حتى هما تنشكروهم من هذا المنبر، وتنشكروا الدراري ديال امزاركو، وتنشكروا جميع الفرق المشاركه في الدوري، وتنشكروا جميع الناس اللي تعاونوا معنا من قريب او بعيد، وتنشكروا الحكام اللي حضروا معنا في المقابلات اللي كانوا مقابلات صعبه جدا، كان 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 ممكن يكون شي خلاف بين الفرق، ولكن الحمد لله كانوا الحكام في المستوى وتحكموا في المباريات، يعني داز كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. هادشي تنتمنى وتنشكروا الفرق المشاركه وعلى راسهم فريق اغلاد اللي كان واحد الفريق اللي الحمد لله كان فريق جد جميل جدا، وما كان ما كاين لا صداع لا والو، والحمد لله متوفق، واليوم احنا تنساعدو نساعدو مزيان حيت توفق ان شاء الله، وتنتمنوا له هذا اللقب ان شاء الله لانه تيستحق يدي ان شاء الله هذا اللقب. اليوم وقفنا باش نحضروا الفينال باش نساعدوهم في الفينال، يعني ما بقى والو على البدايه ديال المباراه، كاين واحد شويه ديال الانشطه ندوزوا واحد شويه الانشطه وغادي نبداو ان شاء الله المباراه، وتنتمنوا حظ موفق للفريق اغلاد اللي غادي ينافسوا فريق نجوم انروي، وتنتمنوا حظ موفق للجميع. كان ميكس روما في الماتش الفيناليات ان شاء الله، نتمنى كيس نسكر كان النتيجه يفول كين بيغلان ان شاء الله، رانا مجهودنا نتمنى الفوق النتيجه يفول كين فريق نولد. جمعية أبناء أمزدرقو للتنمية المجالية دوري أبطال تيفنود لكرة القدم في نسختها الأولى بشراكة مع جماعة أهل تيفنود وموازاة مع مهرجان القرقاع طيلة أيام العيد من 14 إلى 25 سبتمبر 2019 تحت شعار الرياضة سلوك وأخلاق. قبل ضربة البداية لابد أن نقف للنشيد الوطني المغربي. أنت المرحلة نسبة المنوار، كنت تسؤدني واحدة، كنت منتدى واحدة.
مع النشيد الوطني للمملكة المغربية. وقبل بداية المباراة وقبل الانطلاق سنبدأ ببروتوكول المباراة النهائية، وسيقوم بإعطاء انطلاق هذه المباراة كل من رئيس جمعية رئيس جماعة التفنوت السيد عزيز الهامش، والمندوب الإقليمي لوزارة الشبيبة والرياضة توفيق عبد الناصر. نتمنى من المباراة أن تسود الروح الرياضية من كلا الطرفين لنعيش أجواء نهائي نجواء كروي رائع بامتياز وامسية كروية رائعة. بشكل سريع لفريق الغد، إذا هجمة طويلة لكن الدفاع يتدخل.